خير وصباح جميل لكل المتابعين. أروع مكان في جمهورية أرمينيا وأروع الأجواء. اليوم 21/7/2024، يعني شهر تموز. تموز معناه أحر الفصول، وأنا في هذا المنتجع وملتحف ونايم كنت. أدعوكم لزيارة هذا المنتجع الرائع، مكان بعيد والوصول إليه مكلف قليلا، لكن بصراحة لو زرت أرمينيا وما زرت هذه المنطقة عمرك خسارة. لنشاهد المشهد من نافذة الكوخ الذي أنا أقيم فيه وجوانب مختلفة من هذا المنتجع. يا سلام يا سلام على هذا المشهد. تابعوني تابعوني في جولتي لهذا اليوم.